بما انه يعني المباراه كنا بدنا نقول لك ان وجودك قبل المباراه يعني اسم الله بالفعل يعني عم نشوف جمهورك شفناه يعني بدوره حسام دين حريق وشفنا لك مبروك جي لفوزكم هيدا اول لقب لنادي هومنتمان ايه اول لقب لنادي الهومنتمان بس هلا خلص صار ورانا وهلا كل اهتمامنا على ماتش ميروبا الليله وي ونا تيك ات وان جيم ات ا تايم كل بطوله بنلعبها كثير مهمه لنا خاصه بطوله الراحل انري شالوب يلي عطى كثير للباسكت اللبناني ونحن هيدا رح نلعب البطوله بكل قوتنا. جي يعني جمهوركم عم يكون لافت كثير كثير يعني شفناه بدوره حسام الحريري قد ايه كان حضوره نحن بنعرفه بالدوري اللبناني قد ايه بيكون كمان عنده حضور بس واضح جدا انه الملعب صار بدنا ملعب صار بدنا ملعب اليوم كان عندي مقابله كمان كنت عم بقول ان شاء الله يعني نقدر نعمل شيء مع بلديه برج حمود ام بلديه بيروت لانه نحن بالنهايه نادي بيروتي إذا فيهم يأمنوا لنا شقفة أرض لا لنعمر نحن ملعب يكون معماريا رح يكون أكيد يعني تحفة فنية فجمهور الهومنتمان بيستاهل نادي الهومنتمان بالمئوية تبعنا السنة الجاي بتصور لازم نكون عم نحط حجر أساس لملعب جديد يحمل اسم هالنادي العريق أنت بتذكر أن السنة الماضية من هالمكان بالزيت سألتك هي. عن بطولة لبنان قلت لي بال 2018 هومنتمان بطل لبنان من نفس المكان رح اسالك 2017 ممكن تسبقها بسنه؟ نحن كل ماتش بنلعبه قلت لك بنلعبه لنربحه، سو وير جوينغ تو تيك ات وان جيم ات ا تايم، هذيك السنه وي ور فيري كلوز، يعني لو قدرنا نقطع الرياضه بعتقد كنا ربحنا البطوله هذيك السنه، هالسنه فريقنا سكرنا كل الثغرات باستقطاب وقت ما ضينا الي شمعون وكرم مشرف ونديم حاوي اللبنانيه غير اكيد عن كل اللعيبه اللي عنا اياهم هون، بس ما بحب اي دونت تو اوفر بروميس بس عم بقول لك انه وي ار جوينغ تو بلاي افري جيم تو وين واذا اجت البطوله قبل 2018 ليش لا بس انا دائما كنت اقول انه راح يكون عندنا بال 2018 فريق بيقدر ينافس على اللقب وفريقنا من هذيك السنه من 2015 16 كان بلش ينافس على اللقب ف كلمه لجمهورك يلي ما فينا غير بدنا نرفع له القبعه جمهور نادي الهومنتمان هو منه بس بلبنان هو بكل انحاء العالم انا بوجه له الف تحيه كل يلي عم يحضرونا بالسويد بدوره الحريري كانوا عم يحضرونا بامريكا وفرنسا والسويد وابروس يبعثوا لنا يتواصلوا معنا نحن كل نقطه عرق هي كرمالهم كرمال الجمهور الحلو نعدن انه مش ليك مش اهم شيء تربح بس اهم شيء انه تجرب تربح كل ماتش نحن رح نقاتل على كل طابه على كل بوزيشن على كل ماتش على كل بطوله لنخلي هالجمهور يكون فرحان كيف ما فرح نهار الاثنين بالانتصار ببطوله الحريري يلي يعني كانت بقول لك بالصراحه اصعب بطوله لعبينا حتى اصعب من بطوله لبنان كليفل متوشه كانت كثير صعبه على بطل عرب مرتين هلا بدهم ايانا نروح على البطوله العربيه بس بكون تصور مرتين بكون تحرقون شي سنه مينيموم شو سنه بتصور بدو ينطروا الشباب شوي انا بدي اشكرك ثانك يو غياس ويلا يلا اشتقنا على صوتك بنشوفك كمان بكره بمباراه الاونلاين الساعه 4 ماتش كثير كبير اكيد كمان مع التضامن يلي بتعرف لاحظت شغله انه كل الكوتشيه الموجودين اليوم بالملعب كلهم قطعوا على نادي الهومنتمان حلو